وللمزيد حول هذا الموضوع معنا الصحفي صهيب الجابر في شبكة فرات وسط المحلية مباشرة من أورفا. أستاذ صهيب يسعد مساك وأهلا بك على شاشة حلب اليوم. يعني بداية، خلال شهرين فقط يقتل أكثر من 30 شخصا داخل مخيم الهول، كيف يمكن لذلك أن يحدث دون معرفة الجنات أو القبض عليهم حتى؟ السادة مشاهدي حلب اليوم، طبعا هنالك يعني حقائق واضحة باتت اليوم، وهي أنه جميع هذه الجرائم لم تكن لتحدث لولا أنه هنالك تسهيلات من نوع ما تقدم من قبل القائمين على هذا المخيم، وهذا باعتراف قسد نفسه التي ألقت القبض على أحد المسؤولين منذ فترة قصيرة بعد شن حملة في، كنت أقول بأنه هنالك جرائم عدة في الآونة الأخيرة ارتكبت داخل المخيم، كانت إحداها طبعا أو بعضها باعتراف قسد بأنها بتسهيل من أحد مسؤول عن مخيم الهول، وهو الذي سبب بدخول عدد من الأدوات الحادة إلى هذه القطاعات التي تشهد تواجد لعوائل تنظيم الدولة داخل المخيم. أيضا يوم أمس كان هنالك جرائم ارتكبت بحسب المعلومات الواردة أحد اللاجئين العراقيين وهو بشار وليد الخالد، يبلغ 40 عاما وهو من في القسم المخصص للنازحين العراقيين داخل المخيم، تلقى طلقات في الصدر وقتل. أيضا كان هنالك أحد اللاجئين منذ فترة أو أحد النازحين العراقيين منذ فترة وهو أحمد علي جاسم 18 عام، لقي حتفه داخل المخيم. ليرتفع فقط خلال الأيام الماضية أستاذ عمار عدد الجرائم إلى 4 جرائم قتل خلال الأيام الماضية، علاوة على أكثر من 12 جريمة أواخر العام 2020. إذن واقع وضع أمني أو واقع أمني متردي، وعلى أثر هذا الواقع الأمني يعني أطباء بلا حدود علقت عملها، كيف سيؤثر ذلك على سكان المخيم؟ بالطبع سوف يكون له تأثير كبير، خاصة إذا ما تحدثنا عن تعليق منظمات أخرى أيضا عملها في داخل المخيم، وأيضا تصريحات كانت من المسؤول عن اللجان الإغاثية التابعة للأمم المتحدة منذ فترة، والذي أعرب أيضا عن قلقه عن إمكانية توقف الأعمال الإنسانية داخل المخيم. هذه الجرائم لابد من وضع حد لها، لكن ما يحدث هو تساهل يسمح بتواجد الأدوات التي تنفذ بها هذه الجرائم والتي تطال عدد كبير من المدنيين المناهضين لتنظيم الدولة، ومن يرتكبها اليوم واضح، يعني حتى هذه المنظمات قالت بشكل صريح بأن من ارتكب هذه الجرائم هم خلايا تابعة لتنظيم الدولة داخل المخيم. كيف يسمح بأن يتم تسهيل هذه الجرائم طبعا أو عفوا تسهيل ارتكاب هذه الجرائم من قبل هذه الخلايا بمخيم مدار أو أمنيا مدار؟ طيب، من قبل قسد، يعني مخيم يحتوي على آلاف وربما عشرات الآلاف من السكان من المدنيين أو حتى من عوائل تنظيم الدولة، يعني لماذا برأيك لا يوجد حل حتى الآن لمعضلة مخيم الهول؟ قد تكون طبعا أو قد يكون هذا السبب وهو العدد الكبير، هو أحد الذرائع التي تتذرع بها قسد، لكن أيضا قسد تتلقى إمكانيات مهولة من أجل ضبط الأمن في هذه النقطة وفي نقاط أخرى، لذلك الإشكالية هذه نعم هي موجودة، العدد موضوع، أيضا حملات مناصرة بالمناسبة التي هي موجهة لهذه الخلايا داخل المخيم، ولكن هذا يجب أن يوضع له حد من قبل قسد، التي بين الفينة والأخرى تعلن إعلاميا بأنها تشن حملات أمنية لمنع ارتكاب جرائم، وعمليا على الأرض لا يحدث شيء. أشكرك جزيل الشكر، الصحفي في شبكة فرات بوستر أستاذ صهيب الجابر كنت معنا من أورفا.